انا مرزوقي فاطمه كنمشي ندير الاعتصام قدام العماله على هذا البيت انايا اللي مهمشه فيه ما حنا فيه، وكنمشي مشيت للداخليه حطيت شكايه بان هي البيت غيطي عليا بيت صغير، انا وجوج ولاد بنت وولد وانا هي ثالثتهم، ما عنديش راجل، انا امراه مطلقه والراجل الطريق توفى يعني مطلقه. واليوم كنوجه هذا النداء، الله ينصركم والله ينصر سيدنا، وبغيت هذا الشيء يوصل للمسؤولين والمحسنين، بغيتهم يشوفوا بعين الاعتبار هذا الشيء اللي كنعيش فيه انا ووليداتي. اليوم راني مراه ما عندي من بيا، مريضه كنشرب الدواء ديال المزمنين ديال مزمن مرض، عندي الوراق ديال ولي ديال السبيطار كيعطوني الدواء كنشرب كنبقى نعزل النهار كامل ما كنشوفش ولادي في كيفجي وكيجي. الدري كيقرا ليا في السابعه، الدري خرجت ليا من المدرسه ما قدرتش عليها مع انا المراه ارمله كنعيش انا والوليدات جوج. وهاد الناس هذا بغيتهم يجيو يحيدوني من هاد البيت راني مكربصه فيه، انا المرزوقي فاطمه كنعيش في هاد الشيء، بغيتكم تعيدوني من هاد الشيء. عييت ما نبكي وعييت دموع، انا شوفوا ليا بغيت هاد الشيء يوصل للمسؤولين والمحسنين، بغيت المحسنين يشوفوا الحاله ديالي، بغيت المحسنين يشوفوا حاله الوليدات وحالتي. هانتوما فين كنعيش وعيا لافيته ديالي باش كنعتصم، وهانتوما كتشوفوا فيا فين كنعيش، كنعيش بالتهميش وفي الصداع وفي مشاكل. الناس كنعيا ما نعتصم، واليوم كنعتصم لو جابوا لي واحد مشمكر وليت كرفس عليا قال لي غنخرج من هذا البيت اللي كتعتصم فيه غنخرجك منه. اليوم ما عندي لا رحيم لا حنين، انا مراه معاقه، عندي لا كارت ديال الاعاقه، عندي كل شيء، عندي المرض، عندي وراقيه كل ماشي كندرا عشوائيا. هانتوما هانتوما فاش كنعيش، لا كارت ديالي ما كنقدرش نزيد برجلي، هانتوما البيت اللي كله غيطي عليا، عائلتي انا والوليدات جوج، البنت ولات كتهرب ليا كتعيش مع بنت خالي في الحي الفراح اللي هي كاريه، بنت خالي دار ولات جالسه معاها مره كتجي مره تشوفني وتمشي، ما قدرتش تعيش معايا انايا، والولد عايش معايا صحة، الدري عايش معايا صحة، عنده دابا 13 عام طالع فيها. اليوم بغيت هذا النداء ديالي يوصل للمحسنين والمسؤولين، شوفوا فين كنعيش، شوف الحالة فين كنعيش، بغيت هذا الشيء يوصل للمحسنين والمسؤولين، بغيت هذا الشيء يوصل لسيدنا اللي ما عرف والو، هذا الشيء ما عرف والو، كنطلبوا لي الشفاء بهذا المرض اللي سمعت عليه، بغيت اللي كنطلب الشفاء، كنمشي للسبيطار وكيقولوا سيدنا مريض، بغيت ربي يشافيه وبغيت يشوف لي هذا النداء ديالي، وبغيت يشوف الحالة ديالي والمسؤولين وكل شيء يشوفوا هذه الحالة ديالي، بغيت المسؤولين يشوفوا هذه الحالة، المسؤولين والمحسنين وكل شيء المسؤولين بغيتهم يشوفوا. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاسبريس.